السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في محاضرة جديدة من محاضرات دورة عملية في الإلكترونيات مع وليد عيسى، واليوم بدنا نحكي عن الدوائر المتكاملة. طبعا لو أنا سألتك قبل هيك كيف ممكن إحنا نعمل دائرة زي هيك، كيف أنا لو طلبت منك تصممها إيش هتعمل؟ بكل بساطة أنت هتحدد العناصر واحدة واحدة، هتحدد إنه في مقاومات، في ترانزستورات، في مكثفات، هتقوم بعد هيك بتجربتها مثلا على بريد بورد اللي هو لوحة التجارب، وهتشوف إذا بتشتغل ولا لا. ممكن بعد هيك تحاول إنك أنت تلح تلحمها على لوحه تلحيم معينه، وهتستخدم الكاويه والقصدير عشان تكونها بدائره بالشكل هذا وتشوفها شغاله ولا لا. ولكن ممكن بعد هيك تقرر انك انت لا بدك تحسن اكثر او تسوقها، وبالتالي هتحتاج انك انت تنشئ ما يسمى باللوحات المطبوعه وتلحم العناصر بعد هيك، او تطلب من الشركه انها تلحم لك اياها عشان تنتج مثلا الاف من اللوحات. وبالتالي اوكي، هذا هو عباره عن التطور الطبيعي لاي مشروع صغير مثلا او اي دائره صغيره احنا بدنا نصنعها، تمام. ولكن الان لو قلت لك انه بدي عدد الترانزستور هنا واحد، لو بدي 5، لو بدي 10، لو بدي 20، او لو بدي هذه الدائره، فايش اللي هيصير؟ لو انا بدي هذه الدائره وقلت لك يلا اختبر لي اياها او اعمل لي اياها، او انا بدي مثلا اصنعها، ايش اللي هتسوي؟ لو انت بدك تروح على بريد بورد ولا حتى تلحمها ولا حتى تطلبها تعملها في شركه، هتلاقي انه العمليه مش سهله زي ما كانت الدائره بسيطه. هتلاحظ انه بدك عناصر كثيره جدا، بدك انت تكون عندك عامل الحجم وعامل السعر بيلعب كثير في الامور هذه، وبالتالي ايش اللي الحل لعدد كبير من العناصر في منطقة صغيرة، ويمكن عشان تعمل وظيفة صغيرة جدا. ايش الحل؟ الحل فيما يسمى الدوائر المتكاملة. الدوائر المتكاملة تم اختراعها في الأساس عام 1900 وفي الستينات او الخمسينات، يعني 1958 على ما اعتقد او اخر الخمسينات، من مهندس لما شاف هيك في مشاكل. المشاكل طبعا انه اول حاجه هذا حجمها كبير جدا لما انت تيجي تلحم كل عنصر لوحده، كمان الاسلاك عامله مشاكل كثيره من ناحيه الفولتيه، من ناحيه الترددات العاليه ما بتشتغلش مظبوط، من ناحيه التشويش على بعض. معنات الكلام انه احنا عايزين تقنيه جديده، ففي مهندس في شركه ما اخترع هذه التقنيه انه بدل ما نصنع الترانزستور لوحده والدايود لوحده والمقاومه لوحدها، لا احنا كل هذه العناصر نصنعها على نفس شريحه السيليكون المعتاده. احنا بنعرف انه شريحه السيليكون كانت تستخدم لصناعه مين فقط؟ الترانزستورات او الدايودات او مثلا اي اشبه موصلات، ولكن توصلوا تقنيات كمان بعد هيك انه يقدروا يصنعوا برضو على شريحة السيليكون ايش المقاومات والمكثفات وكثير من العناصر الثانية. ولكن في بعض الاحيان انه ما بتقدرش مثلا تعمل حاجات كبيرة او مثلا ملفات بحجم كبير او مكثفات بحجم كبير، وبالتالي بدك تضطر انك تعملها خارجيا. ولكن داخليا هاي هو ايش الدائرة هذه، قدروا في النهاية صنعوها على مستوى الذرات او مستوى السيليكون عشان في النهايه توصل لنا بالشكل هذا. لقيتها الدائره على الشمال هي الدائره مثلا اللي انا بدي ابنيها. المهندس ايش اخترح او الناس اللي اخترعوا هذه التقنيه الدوائر المتكامله؟ قال لك على نفس شريحه السيليكون انا رسمت كل عناصر الترانزستورز والدايودات والمقاومات هذه اللي انت شايفها كلها، انا رسمتها هنا بالشكل هذا. انت بتقول انا رسمت، كلمة انا رسمت ليست دقيقة بالضبط، ولكن هم صمموا المكثف المقاومات هذه والترانزستورات هذه على الشريحة مباشرة بصورتها اللايرز، يعني بي ان بي جنكشن على طول عملوها هنا بصورة ما وبمعيارية ما، بحيث انه تلبي الغرض كترانزستور تماما من غير اي زيادات هم مش محتاجينها. ولكن اذا بدك تعمل ترانزستور لوحده بيعملوا الاحتياجات الثانية او للزيادات. هذه فقط عبارة عن ترانزستور مجرد، هذا في عندك دايود مجرد، في عندك مقاومات مجردة، وفي عندك كثير من الاشياء. ولكن طبعا الامور هنا ضوضائية عندنا، مش فاهمين حاجة منها. اولا مش محتاج انك تفهم لانه هذا مش تخصصنا، هذا عبارة عن تخصص ثاني خالص متكامل خالص، احنا مش في التخصص هذا او مش في الطبقة هذه من العلم، احنا في طبقة التطبيقات، هم هنا في طبقة او في علم التصنيع الذري الداخلي، تمام؟ فاحنا مش هنلعب في المنطقة هذه. ولكن كمثال انا هفرجيك في موقع، لقيت في مقال، المقال الحين هفرجيك اياه كيف ايش وين الترانزستور في المنطقة هذه، وين المقاومة هنا، ونشوف كيف فعلا اشكالها. فهذا هو المقال بيحكي عن اي سي اسمها 555 تايمر، هذا ان شاء الله هناخذها في المحاضره الجاي.
بحكي عن ايش اللي جوا الاي سي هذا، ايش جوا الدائره المتكامله. طبعا هيقول انه هو هذه نفس الصوره هذه، لكن تعال نشوف داخليا ايش الصوره هذه فيها. لما نزل تحت هيك شويه بنلاحظ انه الصوره بالشكل هذا هي موجوده وتحتها المخطط، كويس. لما انت تضغط على اي عنصر من المخطط هذا بيجي لك وين هو في الصوره. مثلا لو انا ضغط على الترانزستور هذا اللي هو كيو 22 هيلاحظ انه علم لي المنطقة هذه، معناته انه هذا هو الترانزستور كيو 22. معناته الكلام انا اوكي، شوف اطلع معايا في اللوحة هنا، انا شايف انه هذا ترانزستور، معناته الكلام انه هذا برضو ترانزستور، معناته الكلام انه هذا برضو ترانزستور. تعال نشوف هذا، لو ضغطت انا عليه هنا هيعلم لي مين في اللي تحت، هذا هو ترانزستور فعلا. طب لو ضغطت على هذا، هو هذا الترانزستور هيو، تمام. فنلاحظ انه هذا وهذا وهذا الثلاثة هذول هم ترانزستورات الخارج اللي هي الموجودات على ثلاث اطراف من هنا، تمام. هذول ترانزستورات الخارج، ولكن في كمان ترانزستورات ثانية ولكن انا مش شايفها بنفس الشكل هذا والحجم. زي مين؟ زي مثلا الترانزستور هذا كيو 9، لما اضغط عليه انا بيروح يجيب لي اياه هنا، شايفين؟ هذا هو ترانزستور كيو 9، شكله هيك. هم طبعا اللي بيصمموه انا ما بعرف ليش عملوه هيك او ليش هو اطرافه هيك. هي ترانزستور، معناته الكلام انه هذا ترانزستور، معناته الكلام انه هذا ترانزستور وهذا وهذا وهذا. كل الترانزستورات اللي احنا شايفينها هم هذول ترانزستورز بواجهه او بكل واحد بيقابل ترانزستور موجود هنا. لما تشوف المقاومه مثلا، المقاومه 5 كيلو، وين مكانها؟ هي مقاومه 5 كيلو، شايفين؟ بين النقطه هذه والنقطه هذه هنا مقاومة 5 كيلو. أنا بتوقع شباب بين النقطة هذه والنقطة هذه كمان مقاومة 5 كيلو، ليش؟ لأنها ماخذة نفس الشكل ونفس حتى الحجم. إذا نفس الحجم نفس الشكل معناته نفس المقاومة. خلينا أضغط وأشوف، ضغطت هنا، انزل تحت، لقيت إنه فعلا هي 5 كيلو، هيها هي 5 كيلو وهنا 5 كيلو، يعني في تنتين 5 كيلو. طيب في واحدة 1 كيلو، الواحد كيلو متوقع إنها تكون أصغر، وفعلا هيها أصغر، شايفين ال 5 كيلو هنا وهنا ايش الواحد كيلو. في كمان مقاومة نفترض انها هاي مثلا 6.8 كيلو، هتلاقيها اكبر مثلا هنا في 6.8 كيلو، كويس، ماخذة لفات، معناته يمكن اللفات برضو بتعمل عملية زيادة مقاومة احتمال. في مقاومة 330 اوم صغيرة جدا، ها هي هنا صغيرة برضو، تمام. وبالتالي هنا في عنا ايش مجموعة من الاشكال اللي بتقابل اللي هو مين؟ ترانزستورات ومكثفات. هذه صنعوها على المستوى الذري الصغير جدا، احنا ما بنقدر نشوفه بالعين او المجرده مثلا او حتى بالادوات العاديه. لكن الان ايش هذه الاطراف؟ هذه الاطراف هي اطراف اللي انت الك تستعملها كمستخدم، هذه هي اللي بتطلع لك، هذا هو الاطراف الخارجيه اللي بتطلع لك عشان انت تستعملها وتطبق الجهود وتاخذ الخارج والداخل من دائره زي هذه. والان بعد ما صمموا هم على المستوى الذري مثلا هذه العناصر وهذه كل الدوائر هذا، ايش سلمونا اياها؟ بدل ما يسلمونا اياها بالشكل هذا سلمونا اياها بشكل زي هيك. هي عباره، هذه عباره عن دائره متكامله، جوا جوا في دائره متكامله بتشتغل الوظيفه اللي هم حددوها، واعطوك داتا شيت. الداتا شيت هذه عن طريق الرقم المكتوب على الدائره المتكامله، هنا مثلا مكتوب NE555، تكتب في جوجل بينزل لك داتا شيت بوضح لك المخطط الداخلي لإلها، وايش بوضح لك اي دوائر ممكن تعملها عليها ولا ايش ممكن تستعمل وقديش القيم اللي بتحددها او قديش على شيء ممكن تستحمله. فهذا هي ما يسمى الدوائر المتكامله. في هاي مخطط اخر ودائره متكامله اخرى 741، هذا ان شاء الله برضه بدنا ناخده في الدوره هذه، عباره عن مضخم عمليات ومكبر. حتى شباب منظم الجهد 7805، كل منظمات الجهد هنا جواتها عباره عن مجموعه كبيره من الترانزستورات والمكثفات. هاي في هنا مكثف، في هنا مقاومه، في هنا زينر، تمام. هذا كله مبني جوا، وبس الباكج مختلفه. بدل الباكج ما كانت مثلا كبيره او مستطيله بشكل ما ولها 8 اطراف، هذا عباره عن باكج ثانيه اسمها تي او والها 3 اطراف فقط، فهو برضه دائره متكامله. فلو دخلنا جوا هنلاحظ انه فقط الدائره اللي شفناها على المستوى الذري هيها مساحتها صغيره جدا 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 في الوسط، ومين اللي ماخذ المساحه كلها على الاطراف اللي هم الاطراف اللي احنا بنوصل الها وبنعمل اكسس على مين؟ على الدائره الصغيره. فهذه هي مثلا دائره هنا ماخذين اسلاك صغيره معطينها الك عشان انت تستعملها، وبنفس الوقت هذه كمان الصورة. لكن الآن في عنا نوعين من أنواع الحاويات بنسموها أو الباكجز. في نوع، طبعا نوعين مبدئيا ولكن في أنواع كثيرة، نوعين من ناحية التوصيل. في أنواع الأطراف تبعتها معكوفة بالشكل هذا عشان أنت تحطها في الدائرة تبعتك وتلحمها
بشكل ما من الشقة الثانية، فهذا اسمه ثرو هول أو دب. لو أنت بدك تشتري أي سي ولقيت إنه مكتوب الباكج تبعتها دب، معناته تتوقع إنه شكلها زي هذا، تمام؟ لكن لو كان شكلها شكل آخر ونوعه اس ام دي سيرفيس ماونت، فيكون بالشكل هذا اللي هو عباره عن انه ممكن انت تلحمها وهي على السطح، مش محتاج تدخل رجليها جوا اللوحه. وهذه مجموعه كبيره مثلا من انواع الدب، دب 40 يعني معناته 40 رجل، دب 28 معناته 28 طرف او رجل، دب 20 و14 8. هذه الرموز بتوضح ايش السايز، حتى الدايمنشنز هذه ثابته، دايمنشنز ده كل هذه الانواع ثابته، السايز وقديش الرقم هذا بوضح كم رجل عندك لايش؟ للاي سي هذه. ولو كانت سيرفيس ماونت اللي هو عباره عن سطحيات لو انت بتلحمها من فوق، فبرضه في لها اسماء كثيره واشكال كثيره وسايز كثيره، وهذا عباره عن نوع اسمه اس او اي سي بالشكل هذا، وهي كمان الاحجام تبعته، وفي نوع اسمه تي كيو اف بي او ال كيو اف بي، تمام؟ هذا بيختلف من واحد لواحد حسب النوع الشكل وحتى حسب المسافه بين كل رجل والثانيه. طب انا لو انا الان استعملت هذه او هذه، ايش لازم استعمل فيه عشان تسهل عمليه انك انت تستعمل الدب او السيرفيس ماونت؟ في حاجه اسمها سوكت. السوكت ممكن يكون، طبعا لازم يكون نفس الرجلين، نفس عدد الرجلين ونفس الحجم تبع مين؟ تبع الاي سي نفسها. فهذا سوكت مثلا لاي سي مثلا يمكن 28 هنا خط او 28 رجل، هذا برضه سوكت لاي سي سيرفيس ماونت بس ماخذ الشكل هذا عشان انت تحط الاي سي وعلى طول تستعملها وهذه هتكون ملحمه. ولكن بعض الاحيان ممكن تلاقي اي سيات باكجز اخرى مش بتكونش الرجلين تبعتها بالطريقه هذه الجانبيه، ولكن بتكون بطريقه زي هيك او بطريقه زي هيك، هذول برضه سيرفيس ماونت. وهذه هذه هذه الكيو اف ان يا شباب، هذه مشهوره جدا في الجوالات، كل الجوالات تقريبا الاي سيات اللي جوا الدوائر المتكامله انتجريتد سيركت اللي هي عباره عن ايش؟ بالشكل هذا واشكال مشابهه لايش؟ للشكل هذا، هي تلحم حتى بطريقه معينه. وفي هذا النوع اسمه بي ال سي سي، يعني لو لقيت اي سي ومكتوب الباكج عليها واحده من هذول فعرف انه هي زي هيك. طب انا طبعا في كمان كثير انواع، حتى الترانزستور قلت لك في باكج اسمه تي او، وفي هذول الانواع، حتى الترانزستورات، حتى الريجوليترز وانواع كثيره من الاي سيات او من العناصر، مثلا ترانزستورات المكثف الثايروسترز، هذول كلهم برضو ممكن تلاقي باكجز مختلفه عن الباكجز المتعارف عليها. طيب الان لو انا عندي مثلا اي سي، كيف انا اتعرف على رجل رقم واحد؟ طبعا انت مجرد انك تكتب الرقم اللوحه رقم الاي سي على طول بتروح على جوجل وبفرجيك الداتا شيت وبفرجيك كيف كل طرف، ولكن طرف رقم واحد انت من اول ما تمسك الاي سي اللي بالشكل هذا النوع دب على طول بتلاقي فيه هنا زي نصف دائره او دائره بالشكل هذا، نصف دائره بالشكل هذا او دائره بالشكل هذا، على طول على شمال هذول الرمزين او واحد منهم ممكن يكون على شمالها على طول بتلاقي رقم واحد. فهنا رقم واحد 2 3 4 5 6 7 8 وعلى طول هنا فوق 9 10 لحد اخر العد، تمام؟ فلو لقيت انا هنا بس نصف دائره على طول رقم واحد بكون على شمالها مباشره، ولو لقيت دائره على طول رقم واحد بكون ايش؟ على شمالها مباشره، وببدا عد بالشكل ايش هذا، تمام؟ بشكل دائري وما تقفز قفز، يعني في ناس بتعب 1 2 3 4 5 6 7 8 وبعدين بقفز هيك غلط، لازم ايش؟ استمر بالشكل هذا، تمام؟ هذا هو كيف انت تعرف رقم واحد. ولكن مرات انا بقدرش انه اخذ السوكت والحمها، بتلاقي انه فيها 20 30 خط، ايش اعمل؟ في كلمه سر اسمها بريك اوت بوردز. بريك اوت بوردز بتلاقي بريك اوت بالشكل هذا، تمام؟ هذه عباره عن بتحط الاي سي انت عليها، وعشان انت تقدر مثلا نفترض انك بدك تعمل تجربه على الاي سي هذه، ولكن الاي سي هذه شوي بتغلب في الحام او كثيره لها اطراف، فانا ايش اعمل؟ محتاج انه اجيب حاجه اسمها بريك اوت بورد للاي سي هذه مثلا اللي لها مثلا هنا مثلا نفترض 100 طرف، فبحط الاي سي وبلحمها بشكل مطلوب، وبعد هيك بقدر ان استعمل اطرافها بشكل عادي، لانه الحين بصير مسافات كبيره ممكن احطها بالبريد بورد وممكن ايش استعملها بسهوله. ولو انا عندي نوع اخر زي الكيو اف ان مثلا برضه ممكن اعملها بالشكل هذا، وفي لها
الاطراف بتكون الحين متباعده، ممكن انا اعمل عليها تجربتي واخلص تجربتي واشوف انه انا مثلا نجحت ولا لا، وبعد هيك ممكن لو انا بدي اصدرها انا مش محتاج لبريك اوت بورد، بس لبريك اوت بورد فقط للتجارب. ولكن ممكن انا عشان ما اغلبش حالي في الحام اجيبها مع السوكت تبعها، فالبريك اوت بورد ممكن انا احط الاي سي هنا على طول، وعلى طول هاي الاطراف جاهزه انه ايش استعملهم من غير ما احتاج انه ايش انه الحمها. وهنا نوع اخر من انواع الاي سي اللي هو السيرفس ماونت برضو، وحتى ممكن يعني انه ياخذ اكثر من حجم مش حجم واحد وايش، وممكن بالبريك اوت بورد هذه ممكن انت ايش تستعملها وتعمل تجربتك عليها زي مثلا مايكرو كنترولرز من غير ما ايش تقعد تلحم كل مره. وهذه كمان بتتيح لك شغلة تانية انه لو خربت على طول شيلها وحط واحدة تانية من غير ما تعيد عملية اللحام. في كتير كلام، في كتير مشاريع ممكن احنا نستعمل بريك اوت بورد. لو انا عندي مثلا بدي استعمل ايفوني واعمل عليه تجربة معينة، بس اكون طبعا عارف ايش بشتغل عشان ما خربوش. مثلا ايفون لو بدي انا اعمل الاطراف هذول اللي هنا مثلا بدي انا الحم واحد او اثنين عشان اخذ منه اشاره واعطي له اشاره، افضل طريقه انك برضو تروح على بريك اوت بورد، تروح على بريك اوت بورد فور ايفون او مثلا ايباد او اي حاجه تانية. هاي هنا الايفون، هاي بريك اوت بورد بياخذ لك كل الاطراف اللي هنا انت بتركبه زي كانك شاحن تماما، وبتاخذ كل الاطراف وبتعمل زي ما بدك من غير مشاكل. لو هنا ايبود مثلا او ايباد نفس القضيه هنا، ولو كان عندك اس دي ميموري مثلا وحابب انت تعمل اكسس وعندك تجربه عليها مثلا، ممكن بالاستخدام بريك اوت بورد ممكن انت ايش تعمل نفس الفكره من غير ما تعيد عمليه اللحام المرهقه والمتعبه. لا انت عملها وبتخلي مسافات ايش كبيره. وبهيك احنا ايش شفنا الاي سيات مثلا وكيف احنا ممكن ايش انواعها وايش الباكجز تبعتها، وشفنا حيث ما بريك اوت بورد والسوكس تبعتها وكيف احنا ممكن نستعمل هذه الكي وورد عشان نروح على مواقع ونشوف كيف ممكن احنا نستعملها لاجهزه كثيره احنا حابين نعمل عليها تجربة. ارجو ان تكون اضفت لمعلوماتك بعض المعلومات الجديدة في هذا الفيديو، وانا اشكر جدا 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 كل من دعمني على موقع باتريون. بصراحة انا استعمل الدعم هذا لدعم المختبر ودعم المشاريع ودعم الفيديوهات فيما بعد. ثانيا انا استعمله عشان اخلي كل الدورات بعد هيك مجانا. انا قادر ان اعمل بعض الدورات مدفوعة، ولكن انا ما بدي احرم الناس اللي ما بتقدر تدفع، انا ما بدي احرم كل الناس اللي اصلا ما فيش عندها وسائل للدفع، وبالتالي ان شاء الله بدي اخليها مجانا ان شاء الله اذا كان في برضه الدعم مستمر. اذا انت حابب تدعم وقادر على ذلك فهي اللينك اسفل الفيديو ان شاء الله، واذا مش قادر ولا يهمك ما تقلق ابدا، انت بس ضلك تابع ما فيديوهاتنا على اليوتيوب هيك بتدعمنا. بعد هذا الفيديو ان شاء الله بدنا نناقش دوائر متكامله، اللي هو هنبدأ في دوائر اللي هو المؤقت 555 تايمر، وكمان بعد هيك دوائر المكبرات العملية إن شاء الله، وبعد هيك ممكن إحنا إيش نشوف إذا ممكن ننتقل لدورة أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.